يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه تبدا مع كل الاهلاويه اللي بيتابعونا. مساء الخير واهلا وسهلا، كل التحيه ليكم في بدايه الحلقه. خليني بدايه ابارك لمصر وللمصريين التاهل لاولمبياد باريس، واحد من اهم الاهداف اللي راح منتخبنا الاولمبي في رحلته للمغرب عشان يحققها. وقد كان من حوالي يمكن 10 ايام اسبوعين، يمكن قطاعات كبيره يعني عدد كبير من الجمهور ما كانش يعرف اساسا ان في بطوله امم افريقيا للشباب، وما كانش في اساسا حد يعرف ان منتخبنا رايح المغرب عشان يبحث عن بطاقه تاهل لاولمبياد باريس 2024. امبارح مصر كلها ورغم خساره اللقب كانت بتحتفل بمنتخب مصر الاولمبي. يمكن نكون خسرنا لقب لكن اكيد كسبنا منتخب، يمكن نكون خسرنا بطوله لكن اكيد كسبنا ابطال، أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وخد بالك أنه في مباراة امبارح على وجه التحديد اتعرض لاعبتنا ومنتخبنا لظروف كتير جدا صعبة قوي على أي حد، لكنهم الحقيقة كانوا قد الظروف دي، وفي أوقات كتيرة جدا كانوا أقوى منها. مباراة ظروفها وسيناريو أحداثها حقيقة أثبت أن احنا جيل، عندنا جيل من لعيبة الكرة في مصر يعتمد عليهم وتراهن ويفتحوا نفسك بشكل كبير جدا انه ان شاء الله باذن الله يكونوا امل لمستقبل الكره المصريه. مبروك الحقيقه المنتخب ككل، مبروك روجيرو ميكالي الحقيقه اللي اثبت انه اختيار واحد لازم ندي كل حد حقه، اختيار في محله، اختيار مناسب جدا جدا. وقد اثبت الرجل الحقيقه انه على مستوى المسؤوليه، واثبت انه مدير فني كبير يقدر يقود المنتخب الوطني. ونامل ان شاء الله انه من هنا لغايه بدايه الاولمبياد تتاح لي كل الإمكانيات أنه يشتغل مع المنتخب عشان يحقق إنجاز يستحقه، ويحقق إنجاز بإذن الله منتخبنا قادر عليه في أولمبياد باريس 2024. مش بس كده، احنا كسبنا كمان نجوم كرة مصرية جديدة. صحيح في منهم اللي عارفينه كويس قوي وعارفين إمكانياته أو بنسمع عن إمكانياته، لكن يمكن ما نكونش شفناه قبل كده أو تابعناه قبل كده، وخصوصا طبعا بداية من الحارس العملاق حمزة علاء، أفضل حارس مرمى في البطولة، واحد من الحراس الحقيقة اللي قدموا أوراق اعتمادهم لجماهير النادي الأهلي بشكل عام والجمهور الكرة في مصر بشكل خاص. كل اللعيبة الحقيقة كانوا نجوم، مش عايز أخص بالذكر اسم على حساب آخر، لكن في النهاية منتخب واعد جدا في كل المراكز الحقيقة، لاعبين على أعلى مستوى. منتخب مرة تانية بعود وأكد على كلمة أنه كسب احترام الجميع، كسب ثقة الجميع، منتخب أثبت ذاته، أثبت وجوده، تأكد الحقيقة لينا بما لا يدع مجال للشك أنه قادر على أنه يشيل راية الكرة المصرية لسنوات قادمة. الأهم من ده، ودي نقطة مهمة جدا في اللي جاي، صحيح أولمبياد باريس قريبة، صحيح يمكن ما يكونش فيه فرصة في خلال الفترة دي، وأتمنى على فكرة أنا يمكن عكس التيار اللي بيقول سيبوا اللعيبة دي تحترف، أنا مش ضد فكرة الاحتراف، وبالعكس شايف أن في كتير قوي من اللعيبة دي ممكن يكون عندها فرصة احتراف كبيرة جدا، بس بشوف انه الاضواء اللي هتكون مسلطة عليهم في حدث رياضي زي الالعاب الاولمبية هتبقى اكتر بكتير جدا من بطولة امم افريقيا. يعني لو خدوا فرصة اكتر للتركيز واشتغلوا مع مستر روجيرو ميكالي بشكل افضل وقدروا يطوروا من مستواهم، وخصوصا ان عندنا خلاص الموسم بينتهي، وبالتالي اعتقد اجنده روجيرو ميكالي ممكن تكون جيده جدا من هنا لغايه لما اولمبياد باريس على مستوى الاحتكاك وعلى مستوى المعسكرات وعلى مستوى تطوير المستوى. واعتقد انه لعبتنا الحقيقه قماشتهم تسمح لمعظم اللعيبه اللي شفناها في بتشارك في البطوله انها تحترف بره. خد بالك في لعيبه كويسه، عندنا بالمناسبه اربع لعيبه تم اختيارهم في التشكيل الامثل او التشكيل الافضل للبطوله. عندنا حمزه علاء في حراسه المرمى، عندنا حسام عبد المجيد في خط الدفاع، عندنا ابراهيم عادل في نص الملعب، وعندنا اسامه فيصل في خط الهجوم. اربعه من اصل 11 في التشكيل الافضل، يعني تقدر تقول ان منتخب مصر سيطر على التشكيل المثالي لبطوله افريقيا. ابراهيم عادل خد افضل لاعب في اول ثلاث مباريات او في دور المجموعات، فاز بلقب افضل لاعب في البطوله. حمزه علاء نجم المستقبل في حراسه المرمى لمنتخب مصر ان شاء الله، افضل حارس مرمى. والحقيقه انه حمزه يمكن يكون الى حد ما حاسس يعني انا عارف انه طبعا الجائزه مهمه جدا وتتويج لمشواره في البطوله، لكن يمكن يكون
زيادة شوية عن زملائه في إحساسه بعدم قدرة المنتخب على التتويج، لكن ده ما يقللش أبدا من إمكانياته، ما يقللش أبدا من واحد من الحراس الرائعين، ما يقللش أبدا 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 من المستوى الرائع اللي ظهر بيه، وكان واحد من أهم أسباب تأهل مصر للمباراة النهائية ووصول المنتخب الوطني لأولمبياد. الولاد دول محليين، الرجالة دي ما لعبتش على مستويات كبيرة، أقصى احتكاكات ليهم بما فيهم لعيب زي ما بنتكلم على حمزة علاء أو حتى أسامة فيصل أو حتى إبراهيم عادل أو حتى حسام عبد المجيد وغيرهم، أحمد عيد ولد صابر، محمود صابر قماشة عالمية، شحاتة عالمي، وغير محمد أشرف. يعني أنا مش عايز أنسى حد الحقيقة، عشان ما لأن كلهم يستحقوا العمل الجماعي، الشغل اللي عمله مستر روجيرو ميكالي حقيقة لازم كل ده يكون محل إشادة. لكن في النهاية احتكاكات الولاد دول ما كانتش على المستوى، معظمهم أو أغلبهم ما هواش بيلعب بشكل أساسي في فرقهم. أهم أو أقوى احتكاكات خضوها هي مباريات الدوري المصري، ومنهم ممكن اللي يكون جات له الفرصة أنه يلعب ماتش ولا اتنين على مستوى الأندية في بطولات أفريقية. لكن لما تيجي تتكلم على حجم الاحتكاك الأوروبي مثلا لمنتخب زي منتخب المغرب أو منتخب زي منتخب مالي، امبارح هنتفرج على ماتش المغرب، ملاحظة والشيء بالشيء يذكر برضو، عجبني قوي لعيب في المغرب اللي هو كان رقم 23 اسمه بلال خنوس، عجبني ستايله في الملعب، عجبتني جريته، لمسته، رؤيته، في حاجات كتيره جدا في بدار عليها في لعيب الكوره انا شفتها فيه الحقيقه. فقررت اخش كده جوجل الولد ده بيلعب في، ممكن يكون بيلعب، توقعت يعني ممكن يكون يلعب في واحد من انديه المغرب، فانا بشوفه الحقيقه وماشي كويسه، وخصوصا انه صغير قوي في السن. دخلت لقيته بيلعب في بلجيكا، في نادي جانك البلجيكي، قيمته التسويقيه 13 مليون يورو. 13 مليون يورو. طبعا البروباجندا كلها حصل على الزلزولي بما انه بيلعب في برشلونه، فانت بتتكلم على البارسا يعني فريق من العار الثقيل، يعني ولد اكيد طبعا سوبر ستار. ورغم كده الحقيقه انا بشوف ان منتخبنا لعب كوره، ومعظمهم بالمناسبه محترفين بره، حتى ابراهيم صلاح نمره 10. ده بلال خنوس، ولد الحقيقه عنده كوره يعني فكرني ب يعني كبار المغرب، يعني تيمومي، عزيز بودربالة، لعيب الكره في الملعب شخصيه وتقيل جدا. انا بالنسبه لي بلال خنوس بثلاثه اربعه زلزولي، يعني مع كامل احترامي طبعا لعيب في برشلونه وكل حاجه، لكن الولد ده انا بقول لكم استنوا الاسم ده في الكره المغربيه في خلال الثلاث او اربع سنين اللي جايين، واحد هيكون واحد من اهم لعيبه المغرب. حتى اسمه ابراهيم صلاح، اسمه شويه مصري، مش زي التركيبه المغربيه يعني، برضه لما بصيت عليه رقم 10، التغييره بتاعه المغرب لما بصيت عليه لقيته برضه بيلعب في اوروبا. كل المنتخب او اغلب عناصر منتخب المغرب بيلعبوا في اوروبا، واوروبا يعني ثقافه كرويه مختلفه، يعني تدريب واحتكاك مختلف، ليفل تاني من الكره المصريه. عندنا نجوم كتير جدا من مصر طلعت، وتعالى نقيس كده، يعني احنا طبعا بنضرب المثل دلوقتي بصلاح، هو صلاح لو كان كمل كوره في مصر مهما كان حجم احتكاكه ومهما كان النادي اللي هيلعب ليه، هل كان ممكن يبقى بيقارن بصلاح اللي موجود النهارده في الليفر؟ اكيد لا. وقيس ده على زيدان، وقيس ده على هاني رمزي، وقيس ده على حسام غالي، وقيس ده على كل الاسماء. الكوره في اوروبا يا جماعه في حته ثانيه خالص. والولاد دول لو جات لهم فرصه احتراف دلوقتي، ولو اني مش مع فكره دلوقتي، اتمنى انها تكون بعد الاولمبيكس، بعد دوره الالعاب الاولمبيه، لانه الاهتمام العالمي او الاضواء المسلطه على حدث بحجم دوره الالعاب الاولمبيه مختلف تماما عن دوره الالعاب الافريقيه. وان كنت طبعا مع فكره الاحتراف حتى ولو من دلوقتي، بس المهم تكون تجربه تضيف لي. يعني احنا دايما بنسمع على الدوري التركي، الدوري الدنماركي، الدوري السويسري، ومع كامل التقدير والاحترام انه دي دوريات تعتبر دوريات اوروبيه، لكن ما هياش، ما اعتقدش انها هتضيف بشكل كبير قوي. ممكن تكون بدايه كويسه، لكن في النهايه اتمنى وشايف ان القماشه تسمح بالاحتراف في دوري هولندي، مش هقول لك دوري اسباني، ومش هقول لك دوري انجليزي، ومش هقول لك حتى دوري الماني، لكن ممكن جدا دوري برتغالي، ممكن جدا دوري هولندي، ممكن جدا جدا دوري فرنساوي. والايطالي حتى ما بقاش بعيد، بنشوف النهارده في ايطاليا لعيبه كبيره جدا وتلعب منتخبات، يعني منتخب اول، وبيحترف بمقابل مادي مش كبير قوي، فتقدر لعبتنا انها تروح حتى الدوري الايطالي. نتمنى في نهايه التوفيق. ما تزعلوش، انا عارف وعارف انكم كنتوا قريبين، وانكم كنتوا في اوقات كتير جدا الافضل، وان المباراه دي لو اتكررت مره واثنين وثلاثه في ظروف مختلفه تلعبوا فيها ضد
الارض وضد الجمهور وضد في اوقات كتيره جدا حكم المباراه، كان ممكن او كان اكيد النتيجه هتكون مختلفه، لكنكم الحقيقه قدمتوا عرض كبير جدا، اثبتتوا جدارتكم، اثبتتوا انكم الحقيقه قادرين تشيلوا رايه الكره المصريه في السنوات اللي جايه. هقف مع المنتخب الاولمبي وقفه سريعه في حلقه النهارده، والاهم وده اللي احنا كنا رايحين عشانه المغرب، احنا كنا رايحين المغرب طبعا هدفنا الحفاظ على اللقب اللي احنا كنا بنحمل او الحفاظ على البطوله اللي احنا كنا بنحمل لقبها في نسختها الاخيره، لكن كان الاهم عندنا ان احنا نتاهل لاولمبياد باريس، وقد كان مصر في الاولمبياد للمره ال13 في تاريخها. نتمنى انه النتيجه والمردود في المشاركه دي يكون مختلف تماما عما سبق، وان شاء الله باذن الله باذن الله لو القرعه خدمتنا ما واجهناش حد من الديناصورات في بدايه المشوار، ممكن جدا جدا نروح لبعيد. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لرجالتنا والمستر ميكالي في مهمته قبل بدايه الاولمبياد. نيجي للدوري، مبروك طبعا، 3 نقاط غاليه جدا مهمه جدا في طريق الاهلي لحسم لقب الدوري اللي بيتبقى عليه نقطتين، وقدامنا طبعا ليله الخميس اللي جاي مباراه الزمالك، ان شاء الله تكون مباراه احتفال وتتويج. والكلام والنهارده السؤال الحقيقه مش عارف ليه كل جماهير الاهلي بتسالني، ناس كتير قوي بتسالني السؤال ده، كان في اتفاق او كان في اشاعه، هل الزمالك هيوصل لاستاد يوم الخميس اللي جاي ولا احتمال الانسحاب وارد؟ يا جماعه الظروف مختلفه، اقول لهم ليه بتسالوا كده؟ يقول لك اصل الزمالك انسحب قبل كده في السوبر، ايه اللي يمنع انه الزمالك ما ينسحبش في المباراه الجايه اذا كانت الاسباب لم تنتفي؟ وبالتالي عايز اشرح للناس كلها واقول انه القصه في مباراه الزمالك في الدوري المصري يوم الخميس اللي جاي تختلف جمله وتفصيلا عن مباراه الزمالك والاهلي اللي كان مفروض انها تتلعب في او على كاس السوبر، واللي لعبها طبعا بيراميدز محل الزمالك واللي فاز بيها الاهلي على حساب بيراميدز. طب ايه الاختلاف؟ هناك كان وارد سيناريو يقال بين قوسين انه في الوقت ده يعتبر اعتذار عن المشاركه، اما في مباراه الخميس القادم فلا مجال للاعتذار، عدم الظهور في ملعب استاد القاهره يعتبر بمثابه انسحاب، وده في حد ذاته ممكن يولد عقوبات كبيره جدا جدا على نادي الزمالك، اكيد في الوقت ده هيجب تطبيقها، وما اعتقدش انه حاجه زي كده تستحق المخاطره باي شكل من الاشكال. اعتقد انه بعد العروض اللي قدمها الزمالك قدام المقاولين او قدام فيوتشر نفس جماهيره اصبحت مفتوحه، وينتظروا هم كمان مقابله الاهلي في مباراه الخميس القادم. هنتكلم على الاهلي والزمالك وهندخل في التفاصيل في حلقه النهارده، لكن بعد الفاصل. حتى في منصات التواصل الاجتماعي الاهلي وبفارق شاسع في الصداره، خدوا بالكم انه جزء كبير جدا من شعبيه النصر مرتبطه بصفقه رونالدو. يعني ايه؟ يعني النصر قبل رونالدو شيء على السوشيال ميديا يعني او على منصات التواصل الاجتماعي، النصر قبل رونالدو شيء وبعد رونالدو شيء اخر، لانه رونالدو لما راح النصر شد وراه، انت بتتكلم على واحد من اهم الاسماء في كره القدم في العالم كله، واحد ليه ناس بتحبه وبتشجعه من ايام ما كان ما في مانشستر يونايتد، وحتى بعد ما راح الريال ثم ترك الريال وراح لليوفي، هم الناس دي ماشيه وراه. فبالتالي بمجرد ما انتقل للدوري السعودي ولعب لنادي النصر، في قاعده كبيره جدا من محبي او من عشاق رونالدو راح وراه، وبالتالي بقوا متابعين لاخبار نادي النصر، وبعد كده الهلال ثم الزمالك ثم الرجاء، الرجاء البيضاوي المغربي. نقطة بس في قصة الاحتراف عايز برضو أتكلم مع حضراتكم فيها، وأنا الحقيقة بشوف أنه طبعا في مصر نجوم كرة كبار بيلعبوا في كل الأندية مش بس في نادي الأهلي، يعني في لعيبة كرة كويسة جدا في مصر محدش ينكر ده، ويظل مثلا تواجد الأهلي في على منصات التتويج رغم على فكرة، وإحنا بنتكلم كجمهور يعني لما الجمهور بيتكلم على السوشيال ميديا، أنا متابع جمهور الأهلي ومتابع مش الصفحات بقد ما بحب اسمع راي الناس، يعني اللي معنيه بالاهلي انه ممكن تبص في ال3 سنين اللي فاتوا انه اجمالا يعني اجمالا في كل موسم بتحس ان في حاله عدم رضا من جمهور النادي الاهلي على مثلا الميركاتو او على الصفقات او عددها او الكواليتي بتاعتها، ورغم كده الاهلي قادر انه دايما يروح لنهايه المشوار، يعني في كاس عالم بتلعب الكبار قادر تفوز على فرق من كل حته في العالم، إمكانياتها المالية والمادية، قيمتها التسويقية، أسماء النجوم اللي بتلعب فيهم فيها، خبراتها، مديرينها الفنيين،
منهم بقى هلال، منهم بالميراس، منهم مونتيري، منهم اوكلاند، منهم سياتل ساوندرز، يعني كل دول فرق تقيله جدا جدا. وقبل الماتش كل التوقعات تقول لك انه الاهلي فيه احتمال كبير يخسر مباراه، وانت بتلعب الدحيل، وانت يقول لك سحب الارض والجمهور ونجوم مش عارف من كل حته في العالم والبرازيل و الى اخره، فالاهلي بيكسبه في وسط جمهوره وفي عقر داره. الهلال زعيم اسيا، واحد من اكبر الفرق، محدش ينكر يقدر الاهلي يقدم قدامه واحد من اقوى العروض ويكسبه. بالميراس بطل امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل، الاهلي يقابله على الميداليه البرونزيه ويكسبه. مونتيري والاهلي ناقص فرقه كامله بتلعب مع منتخب مصر في امم افريقيا. خلاصه الكلام بس اللي عايز اقوله ايه؟ انه في اوقات كتير جدا الاسماء وحدها لا تصنع الفارق، يعني عشان في كلام كتير جدا على الميركاتو اللي جاي، وفي كلام كتير واكتر بمناسبه يعني ماتشات فاتت للاهلي، منها الاهلي والاسماعيلي على ميركاتو كان بيحصل من 10 و15 سنه. مفيش كيان ممكن يساعد لاعب على انه ينجح ويكتب تاريخ ويحقق القاب وبطولات يفضل عايش عليها العمر كله مع كامل الاحترام غير الاهلي المصري. مش حبا في الاهلي ولا انتماء وعشقا لاسم النادي الاهلي، لكن ده نتيجه الامر الواقع اللي احنا عايشينه، ده نتيجه اخر 20 سنه محدش فيها بيحقق انجاز في على مستوى الانديه باستثناء النادي الاهلي المصري، واللعيبه كلها في مصر عارفه كده، و95% من لعيبه مصر تتمنى انها تلعب في النادي الاهلي. انا بقول لحضراتكم في كل الانديه، في كل الانديه بلا استثناء يتمنوا ان هم كانوا يبقوا موجودين في النادي الاهلي، لانه الاهلي مصنع الابطال، والاهلي واللعيبه دي اللي احنا بنتكلم عليها النهارده ممكن لو ما جاتش الاهلي وقعدت تلعب كوره 20 30 سنه ممكن ما تحققش حاجه. بس اللي عايز اقوله والنقطه الاساسيه اللي هرجع لها مره ثانيه هي فكره انه مفيش لاعب في مصر مهما كانت امكانياته، يمكن باستثناء واحد او اثنين، يعني باستثناء واحد او اثنين مهما كانت امكانياته، هم اثنين والله مش اكتر من كده، لو وصلتهم لخمسه تبقى بطل. مفيش لاعب مهما كانت امكانياته لا يمكن الاستغناء عنه. واتمنى بشكل كبير انه اي لاعب يجي له عرض احتراف خارجي يطلع في الظروف اللي احنا بنعيشها، والظروف اللي بتعيشها اكبر انديه العالم مش بس احنا في مصر، الظروف اللي بتعيشها اكبر انديه العالم. انا شايف انه اي حد يجي له عقد احتراف خارجي في اي مكان، في شمال افريقيا، في الخليج العربي، في اوروبا، في تركيا، يتفضل. هو هيستفيد، ناديه هيستفيد، الكره المصريه هتستفيد. مفيش لاعب، اقصد اقول انه مفيش لاعب ممكن يقف عليه نادي مهما كانت امكانياته ومهما كان اسمه. مفيش لاعب ممكن يعطل مشوار، بالذات لو بتكلم على الاهلي، يعني بما انه اغلب المشاوير متشابهه في اي نادي، كل موسم شبه الموسم اللي قبله، كل موسم شبه الموسم اللي قبله، فاكيد طبعا مش هنختلف على انه رحيل اي لاعب مش هياثر، لانه ما فيش حاجه جديده بتحصل. اللي ممكن تخاف على فكره تعطيل المشوار او قله الانجازات او تحقيق البطولات هو الاهلي، بحكم انه الاهلي متعود كل سنه 3 4 بطولات، منها قاري، منها عالمي، منها محلي، فانت تخاف هنا انه لعيبه تمشي لحسن يحصل مشكله. أنا بقول لك إنه الأهلي ما بيوقفش على لاعب ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. وإذا إدارة الأهلي في وقت من الأوقات شافت إنه في عروض، طب ما هو حمدي فتحي أهو مثال كبير جدا، واحد من أهم لاعيبة نص الملعب في مصر وفي أفريقيا. وقد كان إنه لاعب إدى والأهلي قدر مشواره وقدر عطائه، ولما جاله عرض يناسب إمكانياته كانت الاستفادة جماعي، على الرغم ان انا اشوف حمدي يستحق كمان يروح في حته، يعني يمكن حته السن شويه هي المشكله، لكن حمدي امكانيات على اعلى مستوى. وحتى لو كنا بنتكلم على اسماء موجوده تشوف ان دورها رئيسي، حد يختلف على انه الشناوي اهم حارس مرمى في تاريخ مصر في العشر سنين اللي فاتوا؟ هل لو الشناوي النهارده قرر النادي الاهلي مثلا انه يديله فرصه الاحتراف الخارجي، هل تعتقد انه الاهلي ما عندوش البديل الجاهز اللي يعوض غياب الشناوي؟ الشحات افضل موسم ليه الموسم الاخير، بيرسي تاو افضل موسم ليه الموسم الاخير. انا بشوف دي وجهه نظر وممكن نختلف عليها، انا ما بفرضش رايي على حد، لكن بقول انه اي لاعب ممكن جدا تجي له فرصه احتراف اهلا وسهلا، ومن السهل جدا جدا على نادي بحجم النادي الاهلي انه يقدر يعوض ده بكواليتي ممكن تكون اعلى في اوقات كتير جدا. في النهايه خلينا نركز في الماتش اللي جاي، لانه ماتش مهم جدا جدا جدا، ماتش أو مباراة هي مباراة حسم اللقب. الأهلي إذا فاز على نادي الزمالك يوم الخميس اللي جاي يحسم لقب الدوري بدري بدري، وساعتها باقي المباريات هتكون كمالة عدد.
الأهلي إذا فاز في المباراة اللي جاية هيبقى ختامها مسك زي ما بيقولوا، وما أحلى التتويج على حساب المنافس التقليدي نادي الزمالك. مستر مارسيل كولر قرر أن هو يدي راحة للاعيبة النادي الأهلي لمدة 48 ساعة، يعني النهاردة بكرة مفيش تمرين، راحة بعد العودة من معسكر طويل في اسكندرية مواجهة الإسماعيلي اللي انتهت بفوز النادي الأهلي المستحق عن جدارة. وأنا الحقيقة حقيقة من يوم المباراة دي، كانت يوم الأربعاء اللي فات، وأنا كان عندي كلام كتير جدا 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 عايز أقوله بجد، يعني من قلبي كواحد أهلاوي بشوف طول الوقت، وأنا شخصيا هنا حتى في كل المناسبات اللي بتكلم فيها عن نادي الإسماعيلي ما أعتقدش إنه حد ممكن، وكل حاجتنا موجودة على السوشيال ميديا وعلى صفحات أبدا ما قللت من قدر نادي الإسماعيلي، سواء كان الإسماعيلي أو الزمالك أو أي منافس ثاني، كل الاحترام للنادي بيعتبر حتى وإن كان في أضعف حالاته أو بيمر بأزمات كتيرة جدا ومتكررة على مدار المواسم اللي فاتت، قدم للكرة المصرية الكتير في نماذج وفي رموز وفي أسماء وفي قامات نحترمها ونقدرها بشكل كبير جدا، فمش ممكن أبدا في اللحظة زي دي إن احنا نسيء لنادي زي نادي الإسماعيلي أو نادي زي نادي الزمالك، رغم التفاهات والسفهات اللي احنا في أوقات كتيرة جدا والهجوم المباشر اللي بيتعرض ليه النادي الأهلي، بنغير على اسم النادي الأهلي وبنحاول إن احنا نحافظ على مشاعر جماهيره اللي بتتجرح في أوقات كتيرة جدا بشكل مقصود، ولكن في النهاية عندنا حدود مش ممكن أبدا نتخطاها، مش ممكن أبدا حد يجونا أو ينزلنا لمستوى إحنا لا نقبل بأي شكل من الأشكال إنه يظهر أو نظهر بيه على شاشة بتحمل اسم وشعار النادي الأهلي. أعتذر لجمهور النادي الأهلي، يعني الحقيقة أنا كنت جاي يعني مجهز حلقة كاملة عن نادي الإسماعيلي والنادي الأهلي والعلاقات التاريخية اللي بالمناسبة تم تشويهها عمدا، وتم عمل عملية غسيل مخ لعدد أو لقطاع عريض جدا من جماهير نادي الإسماعيلي في محاولة لتشويه العلاقة التاريخية الكبيرة جدا اللي بتجمع بين الناديين. ولكن أنا هلتزم الحقيقة بسياسة القناة ومش هتطرق للموضوع ده، وهبص للي جاي، واللي جاي عندنا بإذن الله زمالك الأهلي زي ما قلت لكم مستر كولر قرر إن هو يريح اللعيبة 48 ساعة ويبدأ إن شاء الله يرجع التتش مرة تانية يوم الثلاث، تمرين الثلاث تمرين الأربع، ونلعب ماتش الزمالك إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله تكون مباراة التتويج. يمكن الراحة كانت منطقية جدا، معسكر كان طويل، لعيبة من يوم الثلاث أعتقد آخر حلقة السادسة كانت يوم الثلاث اللي فات، اللعيبة يمكن سافرت اسكندرية وأقامت في معسكر مغلق من الثلاث للسبت لغاية موعد مباراة الاتحاد السكندري اللي قدم فيها الأهلي طبعا عرض كبير. مارسيل كولر أنا عندي كلام كتير بالمناسبة، يعني هي مفاجأة خلينا نقولها، بس أنا يعني الراجل ده الحقيقة واحد من أكثر المدربين الفنيين اللي قدروا إن هم يوصلوا لقلوب الأهلاوية بسرعة، يعني في مديرين فنيين دخلوا في قلوب وعقول الجماهير النادي الأهلي وعاشوا لسنين طويلة وما زالوا عايشين، بس محدش فيهم حقق النجاح ده أو وصل للمكانة دي بنفس السرعة اللي وصل ليها مارسيل كولر. مارسيل كولر اللي مازال بيهاجم في أوقات كتير جدا، والراجل محقق العلامة الكاملة. أنا ما عنديش مانع خالص ومش قصتي وما ببصش، لأني أنا ما بغيرش، عمري ما غيرت من حد وعمري ما تمنيت أبقى زي حد، ما بسابقش غير نفسي، يعني ما بحاولش إن أنا أبص لغيري وأشوف بيعمل إيه، لا أنا بشوف إيه اللي كويس عندي بحاول أطوره، وبشوف إيه اللي وحش عندي بحاول أحسن نفسي فيه. فطبيعي جدا وده هينطبق على كل جماهير النادي الأهلي، عمرها ما بصت لحد، عمرها ما غارت من حد. لكن لما يتقال على مدرب من مباراة واحدة إنه مدرب فز، يعني لما يتقال على مدرب لعب مباراة كويسة طبعا والفريق اللي قدامه ما كانش في حالته طبعا أكيد طبعا يعني، فيعمل سكور كبير فيتقال عليه إنه مدرب فز وإنه أفضل مدرب في الدوري المصري، ولما يكون مدرب تاني شغال من أول الموسم لغاية النهاردة ما خسرش ولا مباراة، يعني كل الماتشات اللي لعبها داخل مصر ما خسرش فيها ولا مباراة، ويكون كل البطولات اللي لعبها أو اللي دخلها كسبها من أول موسم وهو ما اختارش، يعني ما اختارش لعيب في السكواد أو ما اختارش
او ما كانش عنده فرصه كافيه انه يحضر فرقته لموسم واثنين وثلاثه بطريقه لعبه وفكر ويحفظ والى اخره، كله اجتهاد بسرعه بسرعه بسرعه. لعيبه جايه من موسمين تم استنزافهم فيهم حاله اجهاد غير طبيعيه، فتبتدي تشوف لعيبه فايقه رجلها في الملعب، معدلات الاصابات تقل، المستوى الفني الفردي والجماعي بيعلى، ومحدش يقول في حق الراجل كلمه واحده كويسه. مش لازم بروفيسور ومش لازم فز، بس في النهايه ندي كل واحد حقه عشان حتى لما يبقى فيه كلب مكيالين يبقى يعني مبلوع شويه. الاهلي على العموم يبحث عن نقطتين فقط لا غير. في حاله النهارده اعتقد بيراميدز بيلعب النهارده، بيراميدز هيلعب مع سيراميكا النهارده اعتقد. بيراميدز النهارده تعادل، بيراميدز النهارده خسر، يبقى قصه وانتهت. هيلعبوا امتى؟ بكره. بكره بيراميدز هيلعب، بكره هيلعب هو وسيراميكا بكره. وبالمناسبه سيراميكا داخل وبقوه في دائره الهبوط، وبالتالي عنده من الدوافع انه يلعب مباراه كبيره. وبيراميدز يعني يهمه انه حسابيا ما يتمش حسم لقب البطوله بخسارته. الاهلي يكسب الزمالك فيفوز بالبطوله ماشي، لكن احنا نخسر من سيراميكا او نتعادل مع سيراميكا فالدرع يروح للاهلي وهو قاعد بيتفرج على الماتش في البيت، دي قصه ثانيه اعتقد يعني. فبالتالي لو بيراميدز تعادل بكره او خسر مباراته امام سيراميكا يبقى الدوري خلاص في الجزيره كالعاده، يرجع لموقعه الكامن والقاطن في النادي الاهلي في الجزيره كما تعودنا دائما. فنتمنى ان شاء الله باذن الله. انا اتمنى يعني اللقب الدوري خلاص، انا بشوف لقب الدوري في جيب الاهلاويه، لكن ازاي نجيبه؟ انا بتهيالي انه الافضل والاطعم والالطف والاجمل انه يبقى يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله بيدي لا بيد عمرو زي ما بيقولوا، وعلى حساب الزمالك هيبقى ليه برضه طعم تاني. طيب نروح النهارده في مؤتمر مهم جدا، النهارده رابطه الانديه هتعمل مؤتمر، اعتقد هيبقى على مدار الحلقه هنتابع او هحاول اتابع مع زمايلي في السادسه واقول لكم ايه الجديد. النهارده رابطه الانديه المصريه المحترفه برئاسه طبعا احمد دياب هتعمل مؤتمر صحفي الساعه 7، مؤتمر هيتعمل في العاصمه الاداريه الجديده. هيتكلموا فيه على التفاصيل الخاصه بموسم الدوري الممتاز في الموسم الجديد، موسم 23-24 ان شاء الله. وهيتكلموا على شكل الموسم الجديد، هيتكلموا على ارتباطات الأندية والمنتخبات، ميعاد الانطلاق، الارتباطات اللي هتبقى انت عندك السنة الجاية زي ما قلنا أولمبياد باريس، عندك بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار هتكون في يناير، عندك بطولة هي ما بقتش السوبر ليج خلاص، الاتحاد الأفريقي النهاردة هقول لكم التفاصيل، بس الاتحاد الأفريقي قرر يغير اسمها لدوري الدوري الأفريقي لكرة القدم. فعندك سوبر ليج الأهلي هيشارك فيها ممثلا على الانديه المصريه، هو النادي المصري الوحيد اللي بيشارك في البطوله، هتبتدي زي ما اعلن الاتحاد الافريقي اعتقد في اكتوبر وتنتهي في نهايه نوفمبر. يعني عندك السنه الجايه غير طبيعيه، فالنهارده نتمنى طبعا يعني مفترض انه اي جدول او اي بطوله بتتعمل وبيتم وضع جدول ليها من بدايه الموسم شكل وحجم ارتباطات المنتخبات الوطنيه، معروف شكل وحجم ارتباطات الانديه المصريه، وخصوصا لما يبقى عندك نادي دايما بينافس على البطولات القاريه زي النادي الاهلي، فبالتالي تقدر تحط السيناريو الامثل للموسم من اول بدايته لغايه نهايته، من طقطق لسلام عليكم زي ما بيقولوا يعني. وبالتالي نتمنى ان شاء الله باذن الله انه جدول الموسم الجديد نمره واحد، نمره واحد هي الاجنده، نمره واحد هي الاجنده، اي بطوله في الدنيا أجندة. نتمنى إن شاء الله إنه الجدول يكون واضح من بدايته لنهايته، مع الأخذ في الاعتبار إنه منتخب مصر طبيعي جدا إنه ممكن يوصل للمباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا، طبيعي جدا إنه الأهلي يوصل المباراة النهائية في دوري الأبطال. البطولة أو الدوري الأفريقي لكرة القدم أنت في جميع الأحوال بتلعب كل الماتشات، ما فيهاش يعني ما فيهاش إمكانية أو احتمالية إنه ماتشات زيادة أو ماتشات أقل، فبالتالي لما يكون عندي الإنبوت ده من بداية الموسم أقدر أحط من داي 1 البطولة هتبتدي يوم كام وتخلص يوم كام، ونرجع بقى زينا زي بقية العالم نبتدي في نفس الوقت وننتهي في نفس الوقت، نبقى ماشيين مع العالم ما نبقاش بنغرد خارج السرب يعني زي ما بيقولوا. فنتمنى إن شاء الله هنحاول نتابع معاكم المؤتمر الصحفي النهارده. الموسم ده مفترض ان شاء الله هينتهي، الموسم ينتهي يوم 26، سيبك من انه في انديه يعني الزمالك مثلا هيخلص يوم 16 بعد ماتش الاهلي اللي جاي ده، هيبقى فاضل له مباراه واحده هيلعبها يوم 16، لكن الموسم يخلص امتى؟ الموسم يخلص يوم 26، الموسم يخلص مع اخر صفاره حكم في اخر مباراه من عمر الدوري اللي هي هتكون مباراه الاهلي والمصري المؤجله،
هتتلعب يوم 26، بعد اليوم ده ما يخلص يبتدي يتفتح باب القيد لكل أندية الدوري في موسم الانتقالات الجديد. على خلفية التألق الغير عادي لإبراهيم عادل طبعا في بطولة أمم إفريقيا وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة على حساب عتاولة البطولة كلهم، مالي فيها لعيبة على أعلى مستوى. يا جماعة إحنا لو بنشتغل بدري شوية، يعني لو وكل اللعيبة عندنا والأندية كمان تشتغل على السوق الأفريقي ده في سن صغير شوية، جواهر. أنا شفت في منتخب مالي ومنتخب غينيا لعيبة على أعلى مستوى، في منتخب المغرب لعيبة على أعلى مستوى، بس اللعيبة دي اتخطفت بدري بدري، كلهم النهاردة بيلعبوا في أوروبا أو مولودين في أوروبا، يعني اختار زي ما أنت عايز. ودي واحدة من الحاجات الملفات برضو اللي معرفش ليه مش قادرين نشتغل عليها. يعني احنا اتكلمنا هنا قبل كده من سنة ومن سنتين ومن 3 سنين فاتوا وغيرنا اتكلم، يا جماعة ملفات اللاعبين المصريين الجيل التاني والجيل التالت، الولاد اللي اتولدوا لأبهات مصريين بره مصر وعاشوا وتربوا ولعبوا كورة ولعبوا في أندية أوروبية كتير جدا. طب احنا ليه ما بنستفدش؟ جزء كبير من نجاح منتخب المغرب الأول في بطولة كأس العالم الأخيرة مبني على القصة دي، لعيبة من دي وان ما لعبتش كورة في المغرب، هم عندهم الجنسية المغربية لكن هم اتولدوا في أوروبا أو سافروا بدري لأوروبا ولعبوا في أوروبا مشوارهم كله، كل مشوارهم في أندية أوروبية، وبالتالي المغرب جنت ثمار القصة دي، قصة نجاح دي. في تخطيط الأندية المغربية كويسة وكل حاجة، لكن تعال بص لقائمة المنتخب الوطني وتعال شوف المغربي يعني، وتعال شوف عدد اللعيبة اللي موجودة في القائمة دي من أندية الوداد وأندية الرجاء، مش دول أندية أكبر أندية ونهضة بركان والجيش الملكي المغربي، مش دول أبرز أندية مغربية في الساحة في السنوات الأخيرة؟ هتلاقي لاعب أو اتنين بالكتير، كله بعد كده من بره. النهاردة الصحفي طبعا الشهير بسكاي سبورتس فابريتسيو رومانو اتكلم على، وطبعا وهو متخصص بشكل كبير جدا في أخبار الميركاتو والانتقالات، قال إنه في أندية أوروبية مهتمة بنجم المنتخب الوطني إبراهيم عادل، وإن في أندية بالفعل حطاه ضمن اللاعبين المرشحين للانتقال ليها، منهم نادي أندرلخت، يعني في نادي تاني دنماركي هو ذكره، وفي نادي أعتقد في تركيا. لكن طبعا بالنسبة لي الدوري البلجيكي أولا بوابة كويسة جدا، يعني أندرلخت وبروج في بلجيكا يعتبروا بوابات سوق كويس جدا للأندية الكبيرة أو للدوريات الكبرى في أوروبا، وبالتالي فكرة إنه يبقى بيلعب في أندرلخت، أندرلخت واحد من أكبر الأندية البلجيكية. النادي الثاني هو نادي دنماركي اسمه نوردشلاند، ما سمعتش عنه قبل كده وما اعرفش يعني تاريخه ايه في الكره الدنماركيه، لكن يعني هو الدنمارك عموما مش دوري من الدوريات القويه يعني، يعني اندرلخت بروج مثلا في البطولات الاوروبيه بيظهروا بشكل كويس، بيعملوا في ماتشين نتائج كويسه، يعني بينافسوا مع الانديه الكبيره، طبعا ما بيتوجوش او ما بيروحوش لبعيد لكن في النهايه ظاهرين في المشهد، لكن في نادي دنماركي ممكن يكون يعني بنفس المستوى مع في حدود معلوماتي ما فيش، فبالتالي طبعا لو اتيحت لي فرصه اندرلخت اعتقد انها تبقى فرصه عظيمه جدا. طيب بقيه اخبارنا هنكملها معاكم في السادسه، وخصوصا طبعا حمزه علاء اللي لينا وقفه كبيره جدا جدا معاه النهارده، انا بشوفه مفاجاه البطوله حقيقه، واحد من افضل لعيبه المنتخب المصري او واحد من افضل الاسباب اللي ادت لوصول منتخب مصر للمباراه النهائيه والوصول ايضا لاولمبياد باريس. بس خلينا نستقبل نجمنا وضيف حلقتنا النهارده في السادسه كابتن احمد فوزي، لكن بعد الفاصل. مرة تانية برحب بيكم. صحيح زي ما بدأت الحلقة قلت ما كسبناش بطولة لكن كسبنا أبطال، وما كسبناش لقب لكن كسبنا منتخب تراهن عليه بقلم جامد جدا في اللي جاي قريب أولمبياد باريس، ومن بعده إن شاء الله بإذن الله يقدر يفيد منتخبنا الوطني. بشوف فيه عناصر كتيرة جدا جدا مبشرة ونجحت في تقديم أوراق اعتمادها لجمهور الكرة في مصر، اللي يمكن من أسبوع أو أسبوعين فاتوا ما كانش يعرف لا مستوى ولا أسماء لعيبة منتخب مصر الأولمبي اللي شاركت في بطولة أمم أفريقيا واللي نجحت بالفعل في التأهل لأولمبياد باريس والوصول للمباراة النهائية، وقدموا عروض الحقيقة كسبوا بيها ثقة واحترام كل جماهير الكرة في مصر. اسمحوا لنا نستقبل كابتن احمد فوزي نجم النادي الاهلي، ضيف علينا في السادسه وبعد غياب طويل شويه يا ابو حميد. مساء الخير واهلا وسهلا بيك. فل واهلا وسهلا بيكم بكل الساده المشاهدين، كل سنه وحضرتكم طيبين.
مش عارف اقول لك ايه، بس انا دايما انت عارف انا دايما ببقى مبسوط وانا معاك بنتكلم بكل راحتنا، تنور الدنيا. ربنا كريم. بص ابو حميد، انا طول عمري ما بحبش ابدا، في عندنا مصطلح كده اسمه التمثيل المشرف حبيبي بجد والله، حقيقي. يعني فكره انه التمثيل المشرف دي بالنسبه لي لا تعني لي اي شيء. بص انت تمثيل بتقول ايه، مشرف انت بتقول ايه، تمثيل، عارف تمثيل يعني ايه؟ يعني انت يعني كده بتعمل حاجه وكده كده وكده، حاجه مش كده وكده حقيقيه، كده وكده، فهو صحيح كلمه تمثيل مشرف دي تديك انطباع على ان الحاجه دي فيك. صحيح. لكن في وقت من الاوقات، واحنا لسه يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا، انه في وقت من الاوقات انا كجمهور، يعني هقول لك مثلا هديك على سبيل المثال بطوله 2006 دوري ابطال افريقيا الاهلي والصفاقسي في صفاقسي تونس، قبل ما تريكا يحط الجون بتاع الاهلي بدقيقتين ثلاثه انا كنت بسقف للفرقه وكنت بقول ابطال وعملتوا اللي عليكم وزياده. تمام. فكره انك انت توصل للجمهور انك انت مطلع مش اقصى ما عندك، اقصى ما عندك وفي حته بزياده شويه، بتخلي ما فيش حد يقدر يلوم عليك او يقدر يحاسبك على نتيجه او على خساره لقب. متفق معايا في الكلام ده؟ أكيد متفق معاك 100%. مرحلة الرضا حتى في الدين، حتى في اي حاجه، مرحله الرضا دي اعلى حاجه. فكون ان انت تبقى راضي عن الفرقه دي، وانت من اسبوعين ثلاثه، انا مش بتكلم عليا كنفسي، انا بتكلم على جمهور جمهور المصري، الكره في مصر، كل اللي بيتفرج يقول لك ايه ده، ايه اللي هم عاملينه ده، ده اعجاز. من الدقيقه 15 بتلعب ناقص وانت كسبان، وبتروح انفرادات وبتضيع وبتجاريهم في الجيم بطريقه مميزه جدا جدا، هم ما راحوش عليك. يمكن طبعا مع تالق حمزه علاء اللي بقول له يا ابني انت، انا مش عايزك تزعل ولا ده، انت احسن حارس في افريقيا جاي لك في سنك. انا عندي ثلاث اسئله النهارده اسمهم يعني ايه طيب لاحمد ماشي، فوزي، خلينا هاجي لهم. ماشي. طيب نرجع ونقول ان الفرقه، انا قلت لك قبل الهوا ان البطوله مش ان انت ترفع الكاس، البطوله ان انت في السن ده او في المرحله دي ان انت تولد اجيال تنفعك فيما بعد. صحيح. البطولة ان انت تطلع راضي عن قلبك وروحك ومجدعتك وقتالك الى اخر دقيقة. احنا من الدقيقة زيرو الى الدقيقة 120 بنقاتل، وعايز اقول لك لولا النقص العددي انا كنت اتوقع ان احنا نطلع كسبانين ثلاثة. ما الفرقة دي كسبت المغرب قبل كده مرتين على ارضها في المغرب في ماتشات ودية. الفرقة دي عملت اللي احنا ما كناش نتخيله وباقل الامكانيات، وهنا تحية تقدير واجلال لمستر ميكالي على الطريقة والاداء والحفظ اللي اللعيبة حافظينه. غير من 4-3-3، اللعيبة بتلعب زي ما هي، غير 3-4-3 في بعض الاوقات بثلاث سردباكات بعرض الملعب، اللعيبه بتلعب زي ما هي، حاتم سكر يطلع ينزل مغربي، ينزل محمد اشرف زي ما هو، يا مغربي يلعب ينزل محمد طارق زي ما هم، يطلع ابراهيم عادل. يمكن التغييره الوحيده بس كان تعب ومات هي ابراهيم عادل امبارح. امبارح اللعيبه كلها تعبت امبارح، انا كنت بالزبط. حاسس بيهم والله يا احمد في الملعب. هقول حاجه، محمود جهاد بتاع فاركو، الولد من كتر ما جري في واحده ماسكها قعد يرقص واحد واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين طولت منه ما عرفش يعمل حاجه، راح وقع في الارض صعب عليا. ده الكلام ده كان في الدقيقه 88 87. في وقت من الاوقات في ناس بتصعب عليك في الملعب. انا بصراحه انا كلهم كان صعب عليا الاجهاد والقتال، كنت حاسس بيهم، كنت حاسس بالحاله اللي هم جداً فيها جداً. عايزين وبيطلعوا كل اللي عندهم، بس يعني وبعدين بالحاله خلاص. دي وبالحاله دي قدام المغرب صحيح، في مكان اخدك يعني ايه، ترجم لي بقى انا البطوله دي، اخدك قول النقطه يعني بقول لي بس هيثم قيراط ونكمل كلام عليه بعد كده عشان دي نقطه مهمه جدا. قول لا جدا اقولها. كمل. هيثم قيراط حكم ماتش الاهلي والوداد هنا في الفار، كان حكم فار هناك، حكم فار اهلي سوري وداد وتسيمبا، حكم فار الوداد وصن داونز، حكم فار مصر والمغرب، حكم فار وداد وحد تاني، ست ماتشات في اقل من شهرين، حكم فار في المغرب بس، انديه ومنتخبات. ليه يعني ايه بقى، انا اللي بسالك يعني ايه، وبوجه رسالتي للاتحاد الافريقي، يعني ايه حكم وحيد يحكم ست مرات لفرق، اربعه للوداد ومرتين للمغرب، وفين الكلام ده في المغرب، في المغرب تصفيات ونهائيات. اشمعنى استدعى ثانية واحدة، اشمعنى استدعى محمود، استدعى امبارح الحكم في الطرد بتاع محمود صلاح، محمود صابر، وكان في شك في كذا كرة بعديها. تعالى ماتش صن داونز هناك في المغرب وهم بيتعادلوا 0-0، طرد اثنين
وبرضه ما تضمنش يعني مع اختلاف في القرارات. انا على فكره انا مش بدق في القرارات. ايوه ممكن تمشي طرد، ممكن ما تمشيش طرد، سواء بتاعه امبارح، سواء ماتش الوداد وصن داونز تمشي. ماتش اللي هنا لما كان حكم فار ما استدعاش الحكم، ويحيى عطيه الله بيلمس الكوره في نص الملعب بايده ورايحين ثلاثه انفراد على الجول. ففي حاجات انا بتساءل فيها. فدي برضه رساله موجهه للجنه الحكم، انا ماليش دعوه، انا بس بسال يعني ايه؟ ومحدش هيجاوب. خلاص يبقى احنا عصرنا الموضوع وانتهى الموضوع. لا هي في طبعا في احساس عام عند الناس كلها في القاره بس مش في مصر، انه المغرب يعني قوة عظمى جوه الاتحاد الافريقي. الاحساس ده مش واصل لك؟ هو مش قوة عظمى، ومش من معلش ومش من بطولة افريقيا بتاعت ال من اربع سنين مثلا. الكلام ده بقى له سنين بيتكرر يعني في مناسبات كتيرة. كفاية ان اخواننا في الجزائر عملوا فيديو مطول 14 دقيقة عن عدم احتفال فوزي الاقجع او معاملة فوزي الاقجع للاعبتنا وهم بيستلموا الكاس في ماتش الاهلي والوداد. واخواتنا في الجزائر كانوا قبلها بشهر في مشكله كبيره في منتخب الشباب بتاعهم وحصل، وده مش تقليل بصراحه برضو من القائمين. هم بيشتغلوا لمصلحه كرته يعني، هم بيشتغلوا يعني كويس جدا. صحيح. وعندهم خطه طويله المدى اسفرت عن منتخبين وجيلين ولا اروع. صحيح. وخد بالك برضو انه وده اول يعني ايه منتخب من المحليين يحرج منتخب من المحترفين في اكبر الانديه الاوروبيه، بيلعب على ارضه وسط جمهوره في مباراه بحجم نهائي بطوله افريقيا للمنتخبات الاولمبيه والشباب. يعني هقول لك في الاعمار دي مش فرق كبير. يعني بس خلي الاعمار الصغيره مثلا لحد منتخب الاولمبي ما بيبقاش فرق كبير جدا، وبيبقى اللعيب عقليا هي القصه عنده انه عايز. اصل المشكله عندنا هنا في المينتاليتي فعلا، زي صلاح قالها قبل كده والموضوع ده حقيقي والناس كانت بتتريق عليه، مينتاليتي اللاعب بره غير هنا في مصر. انما في المحليين طول عمرنا بنلاعب المنتخبات كلها المحترفه في العالم وناخد بطوله افريقيا 7 مرات، بطوله افريقيا للكبار 4 مرات للمنتخب الاولمبي في المنتخبات الناشئين. يمكن عشان هم بيبقى عندهم طفرات بصراحه كلاعيبه ما بنجريهمش قوي يعني، مش كسبنا مثلا 3-4 بطولات على بعض في 19 سنه و16 سنه. انما في المنتخبات الكبيره احنا عندنا من التجميعه والروح والقلب اللي بنعرف نكسب بيه، ودي وده وضعنا لما بيبقى في معسكر طويل المدى. اللعيبه نفسيا وروحيا بتخش في الحاله اللي موجوده فيها الفرقه، واعتقد عكس اللعيبه المحترفه في اي حته اهم حاجه عندهم يعني متعودين ان اللي بيحكمهم مش حبهم لبلدهم قد حبهم للماده. أيوة. مش عيب، ولكن ده طبع فينا احنا، يمكن عشاق لبلدنا اكتر من اي حد. خلي بالك احنا بنحن، اللي بيطلع يهاجر بره بيحن انه يرجع مصر، هنا لا، هناك بره لا، في المغرب والجزائر وتونس وليبيا وافريقيا كلها اللي بيطلع ما بيرجعش تاني، ولما بيرجع بيطلع يرجع يلعب تاني ويمشي. وناس كتير جدا بتاخد جنسيات بلادها اللي قاعده فيها وبتلعب بيها. فدي مش حاله يعني انا مش شايفها حاجه. أيوة طبعا إكسترا. كل اللعيبه انت عندك نجوم كبيره، زين الدين زيدان وكريم بنزيما وغيرهم يعني كتير جدا. يعني دي اجيال، ده منتخب فرنسا الاخراني فرنسا. ممكن تقول انه كله من اصول افريقيه. بالظبط كده. فانت القصه عندك مش انا مش شايفها حاجه جديده علينا. احنا دايما بنحب بلدنا، دايما بنموت نفسنا في الملعب عشان بلدنا، وده بيظهر على طول في 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 اجواء البطولات الافريقيه المجمعه. انما اي حاجه بقى بطولات كبيره تصفيات كاس عالم اعتقد الموضوع بيبقى صعب شويه. طيب خليني اخدك لجزئيه القماشه، ده يمكن كان الجزء الاهم في سؤالي. انا بتكلم على لعيبه مستوى احتكاكها مش عالي، معظمهم ممكن يكون ما بيلعبش اساسا يعني، او ما بيكونش بياخد فرصه اللعب كاساسي. معظمهم ان لم يكن اغلبيتهم ما لعبتش حتى في بطولات كبيره زي بطوله دوري ابطال افريقيا. مش كلهم بيشاركوا في الدوري المصري؟ ما انا بقول لك حتى الدوري المصري ما بيلعبش اساسي، ورغم كده بيقدموا في بطوله في منتهى القوه، بطوله افريقيا اللي بتاهل اولمبياد باريس، عروض بالشكل ده. تاثير ده ايه على فرص احتراف اللعيبه دي، وايه اللي نحتاجه او ايه اللي انت بتشوفه يخلي او يسهل من عمليه احتراف العناصر؟ وانا بشوف في عناصر كتير جدا ممكن تخوض تجارب احتراف ناجحه في منتخب الاولمبي. طيب اول حاجه يعني لازم الانديه تسيب لعيبتها بالامانه. انت لو بتبني لازم حتى اتحاد الكوره يطلع قرار ان يجي مثلا في اكتر من مليون دولار، اكتر من 800 ألف دولار حتى لو هو يعني ميسي يطلع. خلي بالك القرار ده قرار دوله،
قرار اتحاد كوره، مش قرار حد تاني. نطلع اللعيبه وهي صغيره ارقام، خلي بالك دي صناعه، الصناعه بتيجي عن يعني البرازيل عليت في عليت اقتصاديا عشان عندها اكتر من 50,000 محترف بره بلدها. ده حاجه اساسيه يعني. هم بن برازيلي عندهم ثلاث حاجات في التصدير، الحديد والبن البرازيلي، وثالث حاجه في الترتيب اللعيبه المحترفه دي، بيدخلوا عمله صعبه للبلد، بتساعد البلد في كل انشاءاتها. ادي رقم واحد. رقم اثنين، انا شايف ان اللعيبه دي في على الاقل خمسه منهم او سته لازم يحترفوا. عندك اربعه في التشكيل المثالي للمنتخب، لازم الاربعه دول عليهم اثنين كمان. يعني اذا كان حمزه علاء من وجهه نظري شايف ان محمد احمد عيد واحمد طارق ممكن يحترفوا، شايف ان محمود جاد، محمود صابر، شحاته، ابراهيم عادل، واسامه فيصل، ممكن السبعه دول ممكن يحترفوا. ولو ما طلعتهمش دلوقتي مش هتطلعهم تاني. ليه؟ هيعيشوا في الدوري المصري، هيعيشوا في يلعبوا بقى ما يلعبوش، يسافروا ما يسافروش. يعني افتكر ان في لعيب كان اسمه اسلام رمضان كان بيلعب في الحدود في 2009، كان في منتخب مصر، في منتخب اولمبي، مصر كلها كانت يعني بص بتتخانق عليه. تمام؟ اسلام رمضان كان جاي له احتراف بره والحدود رفض، الاهلي طلب انه يشتريه، الاهلي ما خدوش. بعدها بسنتين او ثلاث سنين لقيت رمضان بيلعب دوري درجه ثانيه، اسلام رمضان بيلعب دوري درجه ثانيه. ففي وقت التوهج ده لو اللعيب ما خرجش مش هيرجع ثاني. طب انا عايز افهم الزلزولي ده لعيب كبير يعني، انت ايه رايك؟ قول لي. انا مش شايفه فارق والله. ابراهيم والله ابراهيم عادل احسن منه بالامانه، على الماتش اللي انا شفته امبارح، انا مش متابعه على طول عشان ما اكذبش، بس الماتش بتاع امبارح انا شايف من وجهه نظري ان ابراهيم عادل، او انا عارف ابراهيم عادل قبل كده، انما الزلزولي انا مش شايفه لعيب كبير قوي يعني، مش شايفه حاجه كبيره. انما اللعيبه دي بتخرج بدري، بتكسب تفكير وحياه وعيشه تانية خالص، مركزه في الكوره، عشان كده بيزيدوا او بينطلقوا في العالميه. وبيتهيألي يا احمد انه فكره ان اللعيب يطلع يحترف بدري تفرق معاه هو شخصيا في قدرته على مواصله المشوار، وانه يتعود على حاجات من وهو صغير طبعًا. غير لما يطلع في سن كبيره، يعني لما تطلع لعيب عنده 18 20 21 سنه غير لما تطلع لعيب عنده 26 27 سنه. غالبا ما بيطلعوش، بيروحوا بقى ال 26 27 سنه ما بيروحش اوروبا. يعني انت لما تيجي تبص على اللعيبه اللي احترفت، زيدان صغير ما حدش عارف عنه حاجه، محمد صلاح صغير وبعدين ما جاش تاني، كابتن هاني رمزي طلع 20 سنه وما حدش يعرف عنه حاجه تاني، كابتن احمد حسن نفس القصه، مين تاني ممكن نتكلم عليه ان هو احترف ورجع؟ اللي راحوا كبار رجعوا. يمكن ميدو طبعا، عمرو زكي لما راح كبير قعد ست شهور او اربع شهور ورجع تاني. ليه؟ خلاص، ما انا زمان بقول لك اهو السيستم اتظبط على منظومه معينه، على منظومه معينه، المنظومه بره غير المنظومه هنا. فانت لو ما طلعتوش صغير، امام عاشور راح 26 سنه رجع في شهرين. فانت هو ده الفرق، امتى بقى تظبط عقليتك على وجودك او عدم وجودك. احمد حجازي راح ورجع وراح ورجع ليه؟ عشان طلع وهو صغير 18 سنه. تمام، بس ايه بقى لما الدنيا وقعت بيه وجاله اتنين صليبي، احنا جه الاهلي وقعد ثلاث سنين وبعدين بقى عنده عايز يسافر تاني، ولما سافر حتى حسام غالي نفس القصه. ما يعني فانت اللعيب اللي بيطلع صغير بيقدر يكمل بقى، بيقدر يكمل، انما اللي بيطلع كبير بيرجع تاني. حمزه علاء بالنسبه لي مفاجاه وعلامه استفهام. مش مفاجاه، لا استنى بس، والله العظيم لا مش مفاجاه. خليني بص، انا ما بكلمك، انا عارفه من هو صغير، والله العظيم مش مفاجاه خالص. كام واحد في مصر يعرف حمزه علاء؟ كله عارف انه جون كويس بس ما حدش شافه في الملعب. لا، ولا حد كان يتوقع انه حمزه علاء يظهر بالمستوى ده في البطوله، لان ما حدش شاف حمزه علاء قبل كده. خلينا نبقى موضوعيين. ماشي، حمزه علاء بالنسبه اخر ماتش لعبه تقريبا في كاس الرابطه السنه اللي فاتت، اي ماتش لعبه مع الاهلي عمره ما هيكون مقياس للجمهور. عشان تقنعني انك انت جول كيبر كبير، وانك انت في يوم من الايام لما تقف تحت ثلاث خشبات في مع نادي زي النادي الاهلي تقدر تسد عين الشمس، انا لازم اشوفك بتعمل اللي عمله حمزه علاء في بطوله افريقيا. لكن هتلعب ماتش في الرابطه، تلعب ماتش في الكاس، انا قصدي يعني في الناس ممكن تقول اخر ماتش هو اخر ماتش الناس شافته بعينيها هو ماتش. بس لا، مش ممكن اقصد اقول مردود المشاركه بتاع الماتش ده توصل حمزه علاء للمكانه اللي وصل لها عند الجمهور في الاربع ماتشات اللي لعبهم او الخمس ماتشات اللي لعبهم في بطوله افريقيا. خد نقله كبيره جدا، مش عشان فاز، اتمنى انه يطلع، مش عشان فاز باحسن حارس في البطوله، لكن عشان المستوى، عشان الاداء. طيب الاول قبل اي حاجه، انا اتمنى انه يحترف، وانا اسعى لان الولد عنده من القدرات،
هو جون كويس جدا على فكره. هو عنده 14 سنه او 15 سنه، سافر اسبانيا وقعد هناك فتره معايشه ورجع تاني يعني، ده اللي انا عارفه يعني، بس مش فاكر ايه اللي حصل، وكان حتى في 6 شهور كده ما راحش فيهم النادي اصلا. اوكي ماشي، ارجع بقى للنقطه المهمه، تحيه تقدير واجلال لمستر ميشيل يانكو. اي حد من الاربعه بيلعب في اي مكان كان، اذا كان الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، بيرفع راس النادي الاهلي وبيرفع راس نفسه وراس ميشيل يانكو، فلازم نضرب له تعظيم سلام. صحيح، ادي رقم واحد. رقم اتنين، معاه مدرب عالمي، كابتن سيد السويركي من احسن مدربين الحراس في مصر، وما بيتكلمش كتير، بيمرن كويس جدا وما بيتكلمش كتير. فدي نقطه برضو عشان نقول الحق في الناس اللي مش موجوده، بس دي كلمه حق لازم يتقال. رقم ثلاثة، الولد امكانياته هايله، سرعه رد فعل عاليه جدا جدا. امبارح شال كوره صعبه، صعبه قوي قوي يعني اللي عملها بايده كده دي، فيها ريفلكس وفيها تمركز وفيها يعني التمركز هو ساعده ان هي جت في سكته، ان القصه في الريفلكس، انت 4 ياردة فرق وكوره قويه جدا تك تك على طول، وهو حط ايده بلياردو، وبعد كده الثانيه اللي راحت رمى عليها والولد بيشوط وحط ايده معاه، فهي 2 في 1، بس ايه، صعبه جدا على اي حارس مرمى جدا جدا. في ماتش برضو كنا بنلاعب مش عارف مين وكسبناهم 1-0 برضو، كره بالدماغ وردت اعتقد كان السنغال، لا مالي، مالي في البطوله دي، في البطوله دي، مالي مالي، مالي برضو نفس الطريقه، كروس واتعمل بالدماغ وهو شالها وطار عليها، راح اتراجع للراجل تاني، راح لعبها بدماغه هو راح طاير عليه من على الارض تاني. فدي تديك ان هو سرعه رد فعل عاليه جدا جدا، قدراته البدنيه فارق معاه جدا، الناحيه البدنيه فارقه معاه جدا جدا، تركيزه عالي. ازاي هو ما بيلعبش؟ يعني دايما بيقول لك حارس المرمى وراس الحربه مركزين لازم تبقى رجليه في الملعب طول الوقت عشان يوصل لفورمه عاليه، ازاي حمزه علاء ظهر بالمستوى ده على المنتخب وهو ما بيلعبش؟ اكيد بص، عشان بس ما فيش لعب، طالما في التمرين ما وصلوش للحاله دي غير التمرين، والتمرين في رفعت قبعه على المستر ميشيل يانكون وبعديها كابتن سيد السوركي، الاثنين يستحقوا. وللامانه عشان ندي كل واحد حقه، عصام الحضري كان ماسكه 7 8 شهور في المنتخب برضه، يستحق انه ياخد حقه. اصل ما تقنعنيش ان المستوى اللي هو ظهر بيه ده كله جه في البطوله بس، لا اكيد الثلاثه اثروا عليه على المدى البعيد، وهو الولد طول عمرنا في النادي بنتنبأ له انه يبقى حاجه كويسه جدا، فانا اعتقد ان جه وقته. ده انا سامع كمان عن مصطفى مخلوف، ما شاء الله، يعني في ناس بتحكي لي حكايات ما شفتوش بصراحه، وفي جون اسمه كوتو بقى، بس ده مش يعني مش بيتمرن معاهم، اعتقد انه اخر سنه ليه برده جون كويس، انما مصطفى مخلوف برده هيبقى حاجه كويسه جدا لانه بيتمرن من دلوقتي. لسه في عمر، لسه هو انت تقعد كده وتقول وكابتن مصطفى مخلوف قاعد كده بيفكر قدام الشناوي وعلي لطفي مصطفى شوبير وحمزه علاء، امتى هتجي الفرصه؟ لا مفيش حاجه اسمها هتجي الفرصه، بص في النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها هتجي الفرصه، الفرصه لما تيجي بتيجي ولازم انت تبقى يعني. انت كنت تتوقع ان مصطفى شوبير يلعب نهائي؟ لا طبعا، نهائي افريقيا ويظهر بالمستوى ده؟ صحيح، من اسباب فوزنا بالبطوله مصطفى شوبير في الشناوي لما ناداه له في لحظه التتويج واداله الميداليه، كان يعني تاكيد على دور مصطفى شوبير. البني ادم النظيف نظيف طبعا، الشناوي بني ادم نظيف ومصطفى بني ادم نظيف، عشان كده ربنا رضاه انه في البطوله الشناوي يعمل كده قدام العالم كله. يعني خلي بالك هي نقطه حلوه جدا من الشناوي طبعا، وبرده نقطه جميله من مصطفى ان هو صابر لحد ما ربنا يرضيه ان الناس كلها ترجع في الموضوع لمين؟ للشناوي، وهو بيسلمه الميداليه. فدي نظافه من الاثنين، دول ولاد الاهلي، دول اللي اتربوا جوه النادي الاهلي، النظافه بتاعت القلب دي مش موجوده في اي حته. انا مش هنفسن على زميلي، ده اخويا يعني، مصطفى بيقول على الشناوي اخوه الكبير، والشناوي بيقول على مصطفى اخوه الصغير، الحاجات دي ما تحسهاش غير في النادي الاهلي. صحيح. طيب خليني اقفل صفحه منتخب الاولمبي قبل ما اروح الاهلي والزمالك، ولا مش عايز تتكلم في الاهلي والزمالك؟ لا عيش، انا معاك في اي حاجه النهارده. اقفل صفحه منتخب الاولمبي انه الهدف القريب اتحقق، تمام، الهدف الاهم لسه ما اتحققش، وهو ان احنا نحقق حاجه، مش نش... يعني انا بيتهيالي فكره المشاركه في الاولمبياد بالذات الاولمبياد غير كاس العالم، مصر هي اكتر دوله افريقيه شاركة اولمبياد، ورايحين باريس للمرة ال 13 في المشاركات الاولمبية، فحلم التأهل في حد ذاته مش زي قصة كأس العالم، يا رب بقى نتأهل كأس العالم ومش مهم هنعمل ايه. أنت رايح المرة دي ونفس الجمهور ناخد ميدالية، الكرة تاخد ميدالية. الولاد قدموا أوراق اعتمادهم، تمام، وميكالي
قدم اوراق اعتماده، يعني ما حدش بعد البطوله دي يختلف ان احنا عندنا منتخب اولمبي مبشر جدا، في عناصر كويسه جدا، وعندنا معاهم جهاز فني محترم جدا. ازاي ده او ازاي التركيبه دي في خلال الفتره ما قبل الاولمبياد نحاول نحضرها بحيث انها تبقى مؤهله لتحقيق انجاز في الاولمبياد ما لم نقع بقى في طريق البرازيل او يعني الفرق اللي هي دايما القرعه مش عارف ليه جايه علينا بتيجي علينا. طيب هل اللي احنا عملناه ده انجاز ممنهج؟ مش عارف انت جاوب على السؤال ده. لا انا بسالك، احنا بناخد وندي مع بعض في الحلاوه، بناخد مع بعض في الحلاوه. انا بسال بس. طيب انت بتسال ممنهج يعني تقصد كان مخطط ليه؟ على المدى البعيد من 5 6 سنين ولا من سنتين بس؟ من سنتين بس عشان بس نبقى في الامانه. من سنتين بس هل الولاد كان حد يتوقع لهم ويتنبأ لهم؟ لا. طيب هل الامكانيات الفرديه لكل لاعب على حده تشوفها انها احسن حاجه؟ لا، الجيل ده مش اعلى جيل في المواهب ولكنه اعلى جيل في الرجوله والمجدعه. تمام، الروح يعني الروح. ماشي. مستر ميكالي، الروح دي على فكره لا تقل اهميه على النواحي الفنيه ولا ولا النواحي التكتيكيه. انا بشوف ان الروح دي يعني جزء كبير جدا من انجازات الاهلي في سنين كتيره جدا وفي اجيال طبعًا كتيره جدا طبعًا. هي اللي احنا بنقول عليه روح الفن الحمر. طبعا الروح دي مش اي حد، مش بتتولد عند اي حد بسهوله. صحيح. انا قلت لك قبل الهوا ان الروح دي يعني بتمثل 70%، دي رقم واحد. رقم اتنين وده الاهم، انا اول جيل احس ان روحه وقلبه من سنين طويل، من ايام جيل ابو تريكه يمكن ومتعب وزدان وعمرو زكي والحضري ومحمد حسن، اول جيل احس انه عنده روح وقلب وقلبه مجدعه منتخب مصر. أيوة. احنا زي ايطاليا، ايطاليا بتكسب بالكوره، ايطاليا بتكسب بالروح والمجدعه. هقول لك حاجه يا ابو حميد، انا من الناس اللي بتحب يعني بحب الكوره عشان المتعه. تمام. يعني مكسب مهم والبطوله واللقب شيء عظيم جدا طبعًا. انه يجي طبعًا. بس انا بحب لما اتفرج على فرقه كوره او لعيب كوره ان انا اتمتع. تمام. لو انت حطيت لي لعيب كوره عنده مهارات الدنيا كلها بس مفيش جرينتا، مفيش قلب على الفرقه بالظبط كده، وحطيت لي لعيب عنده نصه كوره بس عنده قلب وممكن نزل يموت نفسه في ملعب 90 دقيقه، طبعا هاخد اللي عنده الروح. اكيد يعني أكيد. هي في متعه السنه. انت بتدافع، انت مش بتدافع عن نفسك ولا بتدافع عن فرقتك، انت بتدافع عن ملايين قاعدين مستنيينك. مالديني ده كان لعيب يعني مش لعيب عالي قوي بس يتصنف من احسن سيرد باي من سيرد باكات في تاريخ الكره المصريه، في تاريخ الكره الاوروبيه العالميه او العالميه كلها. جاتوزو مش لعيب كره عالمي، ده مع لعيب كره ما عندوش كره بربع جنيه، ما عندوش كره ولكنه من احسن. طارق حامد هنا في مصر ما عندوش كره عاليه بس من احسن الناس اللي شغلت مركز سته في مصر كلها. حسام عاشور في وقته من الاوقات كان بيقطع في مراكز كده انت مش محتاج فيها اكتر من وائل جمعه. لما جه في الاول يعني في لعيبه كتير جدا 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 الروح زودتها كوره. ايوه خلينا نعترف، شايف ان الجيل كابتن حسام حسن وابراهيم حسن. أيوه. مش هقطع عليك طبعا، ده روح غير روح غير طبيعيه وهم وانت بتلعب معاهم. يا راجل لو بتلعب طاوله بيتخانقوا معاك بيضربوك عشان ما تكسبهمش. يعني لا يعني اللي انا عايز اقوله ايه، الروح بتعلي اي فرقه. لو انت عندك الروح، لو انت فرقتك امكانياتها 40% الروح ممكن توصلك 50 80 80%. انما لو ممكن تجيب لي فرقه عندها 80% امكانيات وما عندهاش روح هتوصل ل 40%. أيه. ده شيء طبيعي. انت شايف انه الجيل ده اكتر حاجه بتميزه الروح؟ جدا جدا، كفايه اللي احنا شفناه امبارح. طيب الروح بتهيألي القماشه والامكانيات مقبوله جدا، لان انا شفت لعيبه، انا ما اعرفش اللعيبه دي ازاي بتلعب في مصر بصراحه يعني. يعني اللعيبه دول لو من مالي ولا من ولا من غانا ولا من كونغو كان زمانهم بيلعبوا في دوريات. المشكله الروحية عندنا في مصر المطالبات الماديه للانديه كبيره جدا عن الارقام العالميه. احنا اوريدي عشان السوق عندنا الياته كلها غلط في غلط. طب بس خلاص، انت دلوقتي لما في لعيب من لافينا باك ليفت اسمه مارسيلو لما يتبعت له من نادي درجه ثانيه في اسبانيا، لافينا ما حدش بيلعب، ما حدش يعرف عنها حاجه. دوري درجه ثانيه او فرقه في المجر بعتها له السادس بتاع الدوري المجري، انا مش عارف الاسم عشان اسمه طويل قوي مش عارف اقول. تمام ماشي. ف ده نادي في الدرجه الثانيه بس عشان ايه؟ مشترك في منصه عالميه فبينزل الارقام، بعتوا ان هم يستعيروا، خصوصا النادي الاسباني عايز يشتري على طول، النادي المجري عايز يعمل اعاره سنه بنيه الشراء. فليه؟ عشان الناس بتشتغل بفكر اوروبي. طب احنا هنا بنشتغل بفكر اوروبي؟ لا، انا اللعيب ده ضرب معايا، انا شايفه عامل ماتشين كويسين وجايب جونين، 5 مليون دولار.
يا عم ما فيش الارقام دي بره يا عم، ده الدوري البرتغالي والايطالي في حد ذاته ما فيش الارقام اللي احنا بناخدها هنا دي. أيوه. يعني اعقلوا الامور شويه. عشان كده انا بقول لازم اتحاد الكره يعمل سيستم عن 800,000 700,000 دولار غصب عن النادي يطلعه، لان النادي هيكسب والولد هيكسب والاتحاد ذات نفسه هيكسب. دي وجهة فيها نظر. تفاصيل كتير يا ابو حميد، انت عارف هنا الـ فكره التنافسيه الشديده جدا اللي خلت كل حاجه في المنظومه للاسف عدت الخطوط الحمراء، خلت في مليون سيناريو، سيناريو ممكن يمنع اللي انت بتقول عليه ده، فكره التخوف من التلاعب، وفكره ان انا في فتره من الفترات، في فتره من الفترات يا اما تحط او تطلعه وتقول انه ما يرجعش في خلال ثلاث سنين مثلا. يعني انا ما اعرفش طبعا ازاي ممكن يتحط نظام يسمح بجد من ان احنا نخوض التجربه دي عشان نستفيد منها. أكيد. مش نخوض التجربه عشان نتلاعب مع بعض. أكيد. او نلعب مصر. أكيد. يعني أكيد. يعني في فتره من الفترات الارقام ما كانتش بالحاجات دي، كانت في لعيبه بتسافر، وفي لعيبه بتسافر تركيا من ورا ما هربا وهي أي. في الدرجه، وفي ناس بتسافر في انديه تانية كتير. اللي انا عايز اقوله بعد ما الارقام بقت عندنا 40 مليون و50 مليون، ده رقم عادي بيطلب في اي لعيب. اللعيب هيسيب مصر ليه؟ اه معاك حق طبعا. لا يعني لا هو السؤال الثاني، هو السؤال الاهم لازم الناس كلها تساله لنفسها. انا لما اصرف في لعيب 10 و15 مش هقول لك 30 و40 و50، لما اصرف في لعيب 10 و15 اذا كان هدفي ان انا اخد تجربه ناجحه انا كرئيس نادي او انا كمستثمر بستثمر في نادي، فانا بالتاكيد مستني اللعيب ده يجيب لي 20 و30 او يبقى بيجيب لي حتى بطولات وما بيجيبليش فلوس. فاهم قصدي ايه؟ لكن لما في النهايه تلاقي ميزانيات انديه بتصرف على فريق 200 و300 مليون جنيه مفيش مردود، وفي النهايه لا في مردود مادي ولا في مردود معنوي. معنوي هنا في علامه استفهام كبيره جدا، وخصوصا لما تكون كمان بتتكلم حتى على انديه مش جماهيريه، فبالتالي مفيش فكره التسويق والاعلانات والرعايه اللي يترجموا ظهير جماهيري كبير جدا للانديه دي. اكيد صح ولا ايه؟ اكيد انا معاك مليون في الميه. انا شايف ان في انديه، معظم انديه مصر بتخسر اللهم الا نادي او اثنين او ثلاثه بالكثير قوي، هم الوحيدين اللي بيبقى ليهم مردود ايجابي في الناحيه الماديه. فعشان كده لازم يحصل تقليل للعقود، ونفس الوقت لازم الانديه تبص لمصلحتها وان تطلع لعيبتها بره. اعتقد يعني الكلام ده لو ما اتعملش دلوقتي مش هيتعمل تاني خلاص. صحيح. طيب هقفل ملف المنتخب الاولمبي مع كامل التوفيق، وطبعا هيبقى عندنا وقت كتير لسه مشوار باريس بدري عليه. خليني بس اقول لكم ان المؤتمر اللي تم الاعلان عنه، مؤتمر رابطه الانديه المحترفه اللي هيتم الاعلان فيه عن تفاصيل الموسم الجديد وبطوله الدوري الجديده بكل تفاصيلها ومواعيدها، واللي تم الاعلان عنه هيكون الساعه 7، اتاجل ومن المحتمل انه يبدا على الساعه 8 او 8 ونص، فيمكن نتكلم بقى فيما سيتم الاعلان عنه بكره ان شاء الله. بمناسبه الدوري، شايف الرابطه احنا تاني موسم رابطه؟ تاني موسم. شايف الرابطه قدرت انها تحط بصمات او انها يعني تعمل اللي احنا كنا مستنينه من تطوير في مسابقه الدوري، ولا الوضع ما اختلفش كتير؟ لا لا الوضع اختلف كتير. الوضع اختلف. اختلف كتير. بس للامانه هي المشكله اعتقد في التوقيتات، اعتقد في الاجنده يعني؟ في الاجنده، اعتقد في عدد الجمهور ما كانش الرقم ده هيظهر بالطريقه دي. قصه الفار ووجوده من عدمه، لان كانوا برضو في وقت من الاوقات اتحاد الكره عايز يتراجع عن الفار، وهم اصروا عليهم ان الفار يكمل لان دي لجنه اديه. ففي نقط ايجابيه كتير بس جدا. بس دي بديهيات. لا بديهيات عندك انت وعندنا. ماشي. انما يعني عايز تقولي ان لو ما كانش في رابطه ما كناش هنشوف فار مثلا في مصر خالص؟ هو انت لازم تجدد العقد، فالعقد ده مربوط بواحد. الفار بمشكلته طبعا، لانه الفار في مشكلات كتير. الفار عندنا اصلا لسه في مشكله في ناحيه ترسيم النقاط، ودي الحكام بيشتكوا منها ذات نفسها. أي. لان انت ما عندكش عدد كافي من وزوايا الكاميرات، التصوير والكاميرات. ما بالظبط. ما عندكش عدد كافي من الكاميرات، وفي نفس الوقت الفار بتاعنا قديم شويه وكان عايز يتحدث. أيوة. وما حدش حدث حاجه يعني. هو السؤال احنا ليه جبنا القديم اساسا؟ ليه ما لا دي مش بتاعتي بقى، دي بتاعت الورق. ايوه يعني ما كناش نخبط الورق والدفاتر. غير الفار. فار وجمهور، دول الايجابيات. فار وجمهور. اعتقد لو عايز تشوف فيرجن ثالث يعني انت مستني ايه من السيد احمد دياب النهارده وهو بيتكلم على موسم جديد؟ اتمنى انه يحسم الاجنده كامله، الرزنامة تبقى فيها ال 34 مباراة بتواريخهم، ومحضرين كل حاجة جاهزة بالمواعيد بكل حاجة، ويا ريت بالحكام. راجل يا مفتري، حصلت قبل كده دي؟ ما حصلتش، بس هو يعني المفترض ان انا بعمل لجنة أندية عشان كده.
ان ال 34 مباراه يبقوا معروفين بتواريخهم بايامهم بكل حاجه، الا لو في بعض الاستثناءات بتحصل في وقتها. ايوه. انما غير كده ال 34 مباراه. خد بالك برضو انه مش كل الاجنده معروف، يعني في النهايه انت لا، هو بس ماتش السوبر بتاع الاهلي، ماتش السوبر بتاع افريقيا بس. لا انت حتى دوري الابطال لا يتم الاعلان عن مثلا الادوار الاقصائيه الا بعد انتهاء دور المجموعات. يحسبها لحد شهر 3. اه. يعني يحسمها لحد دور 1/4، دور المجموعات بيقعد لنص 4 اخر، يعني اول 4 يحسمها من هنا لحد شهر 4، وتوقفات المنتخب عندك في شهر 9 وشهر 12، ومفيش حاجه تانية بعد كده. لا عندك بطوله امم افريقيا، كوت ديفوار 6 او 7 في شهر 7 ولا في لا شهر 1 في يناير. في يناير. في يناير. طيب خلاص، الموضوع محسوم من دلوقتي ومعروف، فانت ايه المشكله لما تحط يعني الاجنده هي الحاجه الوحيده اللي شايف انها يعني لا هتسهل تعمل نقله. يا جدع، المدير الفني، ملف التحكيم مش المدير الفني اللي بيجي ما بيعرفش يبتدي فتره الاعداد امتى وينهيها امتى عشان يبتدي يلعب ماتشات وديه، عشان يبتدي يلعب ماتشات. ده لحد دلوقتي مستر كولر مش عارف يحط تصور للسنه الجديده، مش عارف هيريح اللعيبه دي امتى عشان عنده ماتشات كاس. انا بيتهيألي انت لو حسمت الدوري الماتش اللي جاي معظم انت عندك كاس. انت عندك كاس، عندك كاس، وعندك الاهم من الكاس السوبر بس. سوبر 1/9 افريقيا 1/9 لا ده اعتقد لا 1/9 ايه، المفروض سوبر 13/8 اتلغى، اتأجل 1/9، اتأجل 1/9، واحتمال يعملوه بعد كده. يعملوه امتى بقى؟ قبل كاس العالم. دي حاجه احسن بالنسبه قبل كاس العالم، قبل كاس عالم الانديه. احتمال قبلها باربع ايام، ويتلعب برضه في السعوديه. برضه بس ده لسه مش اكيد، انما الاكيد لحد دلوقتي انه هيتلعب 1/9. تمام. فانت ده بالقائمه الجديده يعني، بالقائمه الجديده. طب ده كويس بالنسبه لك برضه. اعتقد ان يعني مش ناقصهم غير التحكيم، وانا عاذر الفار. انا عاذر الفار لان زي ما بقول لك انت ما عندكش زوايا رؤيه واضحه، عشان بس بنقول لينا هم الحكام عايزه تجديد وكل عايزه كل حاجه، بس برضه لازم نعذرهم. الزوايا بتبقى صعبه جدا في الملعب، مش على خط واحد من الحكم وهو قاعد على التلفزيون عشان يبص ويتاكد ويحط النقط مظبوطه ولا لا، فممكن تكون من زاويتي غلط من زاويتك انت صح، وهكذا. لان برضو في الاول وفي الاخر احنا رجعنا لايه؟ للعين البشريه. العين البشريه غير الالكترونيكس، حاجات ثابته وجاهزه، جالك التصوير كده تيك، لا خلاص خلص الكلام. صحيح. بس على كل الاحوال نتمنى الحقيقه، يعني ما حدش ينكر طبعا زي ما كابتن احمد بيقول ان في خطوات مهمة اتخذت لقدام، نتمنى إن شاء الله بإذن الله لأنه الدوري المصري الحقيقة يمكن أعتقد يعني يستحق إنه يكون من أفضل الدوريات الموجودة في المنطقة، حتى وإن كان في تنافسية مع دوري بحجم الدوري السعودي بحكم الإمكانيات المالية الضخمة اللي بتتمتع بيها أو بحكم الأسماء اللي هم انتدبوها مثلا، أعتقد هينقل الدوري السعودي نقلة تانية، لكن يظل الدوري المصري بقاعدة مشاهدته بجماهيريته أعتقد يستحق إنه يكون من أفضل الدوريات. هنقل معاك لملف القمه واحد بس قبل المباراه. تفضل انه في مدرستين، مدرسه تفضل يقول لك يا سلام لو بيراميدز يتعادل او يخسر بكره قدام سيراميكا كده الدوري خلاص رسمي في الجزيره، ونروح نلعب ايه ماتش الزمالك ده فور فان، يعني ما فيش بقى ضغط، محتاج الثلاث نقاط ومحتاج احسم البطوله وماتش خالي من العصبيه، ده يساعدنا ان احنا نلعب مباراه كبيره ونمتع ايه جمهور النادي الاهلي. في ناس تقول لك لا يا عم انا عايز انا اللي اخلص البطوله، يا رب بيراميدز يكسب بكره اروح انا اكسب البطوله بايدي من نادي الزمالك يوم الخميس اللي جاي، والبطوله يبقى ليها طعم ولون مختلف شويه لما بتبقى على حساب الزمالك. من وجهه نظري عمر البطل ما بيفكر ان الفرقه الثانيه تتعثر. البطل بيفكر ان انا اخلص بايدي. ده اللي انا اعرفه وده اللي انا متعود عليه. النادي الاهلي مش مستني مجامله من حد. لا هو مش مستني، هو الدوري كده كده معاه يعني ان شاء الله باذن الله يعني مش مستني. انا قصدي ان انا مش مستني ان بيراميدز يقع فانا العب باريحيه قدام الزمالك فاكسب. طب ما انا عايز اقول لك حاجه، اريحيه دي تعالى اتفرج امبارح بعد الدقيقه 18 النادي الاهلي في اريحيه تامه. صحيح رحنا على الجون وضيعنا، ولكن اللعيبه في استهتار غير مبرر، مره عبد المنعم عملها في ال 18، مره محمد هاني عملها في ال 18، قندوسي عملها على الطرف الشمال، كل ده في الشوط الثاني، في الشوط الثاني تحديدا، ولو دخل فيك جون الماتش اتكهرب. طيب. فانت برضو في وقت من الاوقات بتبقى محتاج ان انت تحسم بالشده. عايز الشد. فانا عايز يا عم بيراميدز يتعادل يخسر، يعني مصلحه ليا ان ناخد الدوري، بس لو مفيش ما عندك رغبه، ده ماتش قمه في الاول وفي الاخر لحساباته. لما تخيل بقى لما تكسب القمه وتبقى بدوري او بانتهاء المنافسه، تبقى متعتها عامله ازاي؟
فيارب نكمل شايف مستوى الزمالك ازاي في الفتره الاخيره، وشايف شغل اسوري معاهم ازاي، سواء في ماتش اخر ماتشين هم لعبوا المقاولين ماتش 6 وريمونتادا مع فيوتشر بعد خساره 2-0، تعادلوا كسبوا المباراه 3-2. طيب خلينا مساعدة صديق او مش مساعدة صديق، دي قصة تانية. ماليش دعوة ايوه يعني انا ماليش دعوة يعني بص انا كنت بحلل الماتش امبارح في اذاعة ما، قلت من 5 اهداف اخطاء حراس مرمى او يعني حتى قالوا لي الهدف الثاني اللي دخل في الزمالك، قلت لهم الراجل طالع فاتح رجليه على الاخر وبيترمي وهو مش رايح للكرة اصلا ورايح يقفل وخلاص. ايوه فالخمس ده الجول الثاني بتاع احمد عاطف. بتاع احمد عاطف. انما انا قصدي بس جول مزيكا بصراحه، جول كويس قوي، جول كويس جدا يعني الولد سواء في الـ في الـ في الضغط من نص الملعب وقطع الكوره او الثرو باس اللي اتلعب لاحمد عاطف او ترقيصه قدر يعدى من 2 باكات كويس. ويحطها كويس كده. انا معاك، كان غايب طول الموسم بصراحه احمد عاطف، يعني ما حسيتوش الموسم ده يعني بصرف النظر 4 شهور او 5 شهور يعني طبعا الحمد لله على سلامته. الحمد لله على سلامته. المهم نرجع للقصه ان انا ماليش دعوه بالحراس، احنا نرجع نتكلم على الزمالك ككوره. ايوه انا شايف ان مستر اوسوريو مدرب كويس، مدرب كويس بس ما ينفعش يمسك فرقه كبيره بتنافس على بطولات. ليه؟ لان هو بيلعب بطريقه انا شايفها من وجهه نظري فيها مغامره زياده عن اللزوم ومخاطره غير طبيعيه. يعني امبارح كابتن علي ماهر لو عايز يكسب الشوط الثاني في وجود احمد فتوح وعمر جابر 2 ديفندرز كان ممكن يكسب، بس انا الـ 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 يعني التراجع الغير مبرر بعد 2-0 لنادي فيوتشر وكان ممكن يجيب الثالث، صحيح دخل فيه قبل ما يخش الاستراحه هدفين فطيس زي ما بيقولوا احنا بنقول في الكوره كده هدفين فطيس، ولكن بتحصل مش يومك ومش موفق بالنسبه لجنش فحصلت. انما كنت شايف ان التغييرين اللي عملهم مستر اوسوريو اللي هم الزمالك او بيقولوا ان هم دول احلى حاجه، انا شايف ان دي خطوره جدا. انا كان ممكن يخسر 4-5 كمان. تمام، هو بقى بيلعب على دي، يا يكسب 5-6 يا يخسر 3-4، ودي مشكله كبيره. مش نادي الزمالك اللي كده، الزمالك لازم يبقى في يعني انا مش هتكلم على الزمالك، اهل الزمالك يتكلموا عليه. لا احنا بنتكلم على الزمالك بحكم انه منافس ليك الماتش اللي جاي. منافس ليا الماتش اللي جاي. الزمالك ما انا بتكلم على كل فرق الدوري على فكره، يعني كل فريق هقابله لازم اتكلم عليه. اصل هيطلع يقول لك ده فوزه بيقطع في الزمالك ومش عارف. لا انا مش قصدي منافس، انا بس عايز اقول ان على فكره احنا 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 في كل ماتشات الاهلي على مدار الموسم، دوري ابطال افريقيا، كاس عالم، ايوه بنتكلم، احنا بنذاكر الفرق كتير وبذاكر لازم نذاكر الفرق اللي احنا داخلين عليها. حته الزمالك دي حساسه شويه معانا، هم عندهم حساس زياده احنا ما عندناش. انا هتكلم في نقطه، احنا بنتكلم كوره واحنا ما نتكلم كوره يبقى كرة فيها. انا شايف ان في خطوره، احنا بنستحمل يا راجل كلام بره الكوره، في يعني كل انواع الخروج على النص وما حدش بيفتح بقه ولا بيتكلم. اتكلم يا ابو حميد براحتك. كل اللي عايز اقوله احنا في الناحيه، انا يعني ممكن تقلق من الناحيه الدفاعيه عندنا او الهجوميه بتاعتهم، بيعرفوا يهاجموا، بيوصلوا كتير، بيعملوا استحواذ وكل حاجه، بس هيبقى عندك اريحيه كبيره جدا بالنسبه للثلاثي الهجومي بتاعك، لان في مساحات كبيره جدا في خط نادي الزمالك خاصه ورا الباك ليفت، اذا كان اللي بيلعب نضاي او احمد فتوح او مش عارف بص هو بيلعب بطريقه يعني 3-2-3-2 4-1 او 3-2-3-2 على حق، يعني هو ابتدى امبارح 3-2-3-2 ورجع غيرها الشوط الثاني خلاها 3-2-4-1. فانت عندك مساحات كبيره جدا ورا الباك رايت والباك ليفت، لو الاهلي قدر يستغلهم هتكسب مستريح. على العكس تماما، عندهم افضليه في نص الملعب لان هم بيبقوا زي ما انا بقول لك 3-2-3-2، فعندهم في نص الملعب 5 ايوه وقدامهم 2 او بيبقوا 6 وقدامهم 1، ففي الحاله دي هم عندهم اكثريه في نص الملعب. خطوط التمرير عندهم بتبقى كبيره جدا، لان انت لما بتلعب ب2 وقدامهم 3 وقدامهم 2، اللعيبه الثلاثه بتوع نص الملعب بتوع النادي الاهلي لو انت هتلعب 4-3-3 هيبقى عندك مشكله في قفل الزوايا بتاعه التمرير وانت بتضغط. عشان كده نقطه ان انت تبقى راكب الجيم من بدري، ان انت تبقى قافل كويس جدا 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 وتلعب على المرتد، دي وجهه نظري يعني 4-3-3. لان الاستحواذ هم هيعملوا استحواذ وانت هتعمل استحواذ وانت معاك الكوره، بس انت امتى بقى
امتى اللي هي زي ما بيقولوا كده، امتى تعرف تضرب الجيم او تعرف تكسب وتجيب اجوان؟ لما هم يعملوا استحواذ وانت تقطع في نص الملعب. عندهم مشكله كبيره جدا 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 في الاطراف، يقدر يستغلها تهاو حسين الشحات، كهربا، محمد شي، طاهر بالسرعات. اعتقد ان الجيم ده من وجهه نظري مش محتاج كهربا قد ما محتاج محمد شريف. طبعا الناس هتقول ليه؟ اقول لان محمد شريف بيعرف يقطع في المساحات، المساحات جوه في فرقه نادي الزمالك. اتفرج امبارح على هدف احمد يعني عاطف، الاهلي بيبقى ضاغط من فوق شايف انه يضغط تواجد نص كهربا الملعب افضل، لكن لما تبقى بتلعب على كاونتر اتاك كاونتر وراجع اتاك نص شريف ملعبك احسن بكتير، شريف يبقى افضل. سرعه وسرعه بس على فكره في الماتش وفينشو. الاخراني مع الاتحاد انا شفت كهربا، اصل كهربا زمان خالص لما ابتدى في الاهلي ولما كان على فكره يعني كنت بشوف كهربا في منتخب مصر الاولمبي والشباب وكده، كان ولد سريع جدا. يعني هو غالبا سموه كهربا من لا سرعته في ال لا من والله لا هم ما سموهوش كهربا عشان كده، هم كابتن بدر رجب سماه كهربا عشان على طول عنده مهايبر كده، مهايبر كده، فهو مهايبر كده. سموه كهربا عشان لا بس كده. هو كان سرعة جناح سرعة سريع، سرعة يعني جدا. هو كان من اللعيبه اللي في جيله تقول عليه لعيب سريع. انت مثلا في جيل مثلا التسعينات لازم تقول انه ياسر ريان لعيب طبعا سريع، قطر، فاهم قصدي؟ طبعا طبعا لازم تقول انه كابتن ربيع ياسين في اللي قبله برضه لعيب صح، سريع، دي فاهم؟ حقيقة دي حقيقة. في لعيبه بتبقى السرعه واضحه جدا كابتن عندهم، مصطفى عبده ربنا كابتن يديله مصطفى عبده الصح، المجري طبعا يعني كان طبعا ده طبعا اول سرعه كلها، يعني كابتن ربنا ابراهيم يديله صمد الصحه. ربنا يديله الصح. في ناس كده في الكوره يعني السرعه السرعات بتبقى مهمه بالنسبه بتبقى لك. مهمه محمد جدا. صلاح كهربا في بدايه محمد صلاح كهربا في بدايته كان عنده السرعه دي، غابت يعني في مرحله من لا مش مراحل غابت، هو عشان قعد سنتين ما يمكن. بيلعبش بس انا شفت فاثرت، لمحات من ابتدى كهربا يجي السريع في ماتش الاتحاد الاخراني ده، حلو. في سبرنتات خدها كده وفي تحركات من بعيد بقى مش جوه الصندوق، تمام بالذات لما الاتحاد كان ضاغط في كذا كوره. لا شفت كهربا فت وسريع وبيوصل ونفس طويل وقادر يكمل مشوار بنفس القوه والسرعه، واحسن ففكرني حاجه، شويه بكهربا احسن حاجه انه لعب 90 دقيقه امبارح وكان قادر يكملهم وهو بيجري نفس الاسبرنتات اللي انت اي بتقولها دي بصراحه. ولكن انا قصدي على ايه؟ انا قصدي ان انا لو هلعب مع الزمالك وقابلهم في نص الملعب انا شايف ان شريف شريف يعملها كويس قوي. وبعدين هو ليدنج على نادي الزمالك وحظه حلو على نادي الزمالك وبيعرف يجيب فيهم اهداف وبيبقى فيه كهرباء، يعني هم ذات نفسهم بيبقوا قلقانين السردباكات بتاعت، خلي بالك الحاجات دي بتفرق في الملعب. صدقني برضو كهربا ماشي مؤثر. لا هو مؤثر، هو مؤثر بره الملعب وجوه الملعب، فاحنا كهربا مؤثر. يعني هو مؤثر. شايف مارسيل كولر ازاي دلوقتي مع الاهلي؟ بنفنش موسم اول، الراجل عامل شغل الحقيقه على كل المستويات، جماهيري، النتائج، فردي، جماعي. يعني شايف تجربه مارسيل كولر ازاي مع الاهلي؟ هقول لك مثلا انا شايف ان يعني عشان تقدر تحكم على مارسيل كولر احكم على محمد هاني، احكم على بيرسي تاو، احكم على حسين الشحات، احكم على ديانج، احكم على مروان عطيه، احكم على ياسر ابراهيم. على فكره هو جاي قال ما كانش عايز ياسر خالص، بالوقت ياسر اللي بيلعب اساسي. ايوه تمام، وبدايته في اول موسم كان متولي كان متولي ومنعم، وبعدين بقى متولي، بقى متولي ورامي ربيعه ساعات، او صحيح. منعم ورامي ربيعه ساعات، ما كانش بياخد ياسر خالص. تمام، محمد هاني ما كانش موجود خالص، وكان بيرسي تاو اتنقل نقله تانية خالص خالص، يعني من السنه اللي قبل اللي فاتت لحد السنه دي بيرسي تاو في حته تانية. حسين شحات احسن 6 شهور في تاريخ حسين شحات في النادي الاهلي مع مارسيل كولر. كهربا من واحد قاعد في البيت ميت اكتر هداف، جايب اعتقد 12 هدف في كل في كل المسابقات. المسابقات في فتره معينه، ما كملش 4 شهور او 5 شهور. مين؟ حمدي فتحي اللي هو مشي، حمدي فتحي ما كانش هداف مع مارسيل كولر، بقى بيخلص ماتشات مهمه زي صحيح. زمالك وبيراميدز و و و فدي نقطه يعني. القصه في ايه؟ انت تقدر تحكم على المدير الفني من اي حد بينزل الملعب بيأدي نفس الواجب اللي مطلوب من زميله اللي طلع من الملعب. اعتقد ده بيحصل مع فرقه النادي الاهلي كلها. مارسيل كولر مدرب ذو شخصيه، بيلعب بتكتيك، الاول كان جاي يلعب 4 2 3 1 مفتوح، لان المشكله عندنا في الناحيه الدفاعيه كبيره جدا وبنخسر 4 في كاس العالم للانديه وبعدين بنخسر 5 من سان داونز. ما كبرش ولعب 4 3 3 مع تغيير الواجبات الدفاعيه والهجوميه للثلاثي بتاع نص الملعب. يعني الراجل عنده فرايتي كويسه جدا، وفي نفس الوقت فليكسبيليتي، مش عايز ايه من في ناس انا هلعب كده زي اوساريو.
اوسوريو ما عندوش الفلكسبيليتي بتاعت مارسيل كولر، ودي ممكن في الدوري المصري او في افريقيا تعمل له مشكله، انما مع مارسيل كولر اعتقد الراجل مقدم اوراق اعتماده مش بنجاح بنجاح منقطع النظير زي ما بيقولوا في افلام زمان. فيعني اعتقد لا الراجل فنيا بدنيا، ودي نقطه مهمه جدا كانت بتنقصنا السنتين اللي فاتوا، احنا السنتين اللي فاتوا في وقت زي ده ما كناش بنلاقي حد يلعب ماتشات اصلا. مظبوط. تمام؟ صحيح. فاعتقد لا الراجل فنيا بس دي احمال يعني لو المدير الفني وتدوير طبعا يعني ماشي. برضه هرجع اقول لك حاجه، المدير ما انت لو عايز تشوف التدوير والاحمال امبارح ديانج بيلعب 45 دقيقه ومروان بيلعب 45 دقيقه، ما دي برضه من الاحمال المقننه. انما انا عايز اقول لك حاجه، حتى لو دي بتاعت راجل الاحمال، رجل الاحمال ما بيشتغلش غير من خلال المدير الفني، فالمدير الفني صحيح. هو اللي هيسال في الاخر. أيوه. عشان كده تحيه تقدير، وان شاء الله نختم الموسم على اروع ما يكون ونكسب وناخد دوري يوم الخميس، وان شاء الله ان شاء الله ناخد الكاس كمان وتبقى سنه جميله على النادي الاهلي. ان شاء الله ساعدنا بيك يا ابو حميد، حبيب نور الدنيا دايما. اشكرك على وجودك معانا النهارده، ربنا يكرمك. الشكر لله، وبشكركم على المتابعه. وكل يوم في السادسه طبعا تركيز على مباراه القمه، تبقى مباراه قمه مهما تغيرت الاوضاع، حتى لو كانت المنافسه بشكل مباشر مش بين الاهلي والزمالك، هي مباراه الموسم، وكل موسم مباراه ينتظرها دائما عشاق النادي الاهلي، وينتظرها ايضا جماهير نادي الزمالك. كل التوفيق لرجالتنا، وان شاء الله يبقى حسم البطوله يوم الخميس القادم معاكم يوم بيوم. بكره كمان هيكون راحه، ومن الثلاث ان شاء الله يبدا الاهلي الاستعداد لمواجهه الزمالك في مباراه الخميس القادم. بشكركم على المتابعه، بكره نتقابل نفس الميعاد السادسه، تحياتي لكم.